السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم احبتي من جديد، ما زلنا مع قناه تفسير الاحلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. النهارده هنتكلم عن موضوع جميل جدا. النهارده هنتكلم عن احلام تدل على استجابه الدعاء. من الاشياء الجميله جدا اللي اتمنى ان اراها ان يكون لي دعاء مثلا في الحقيقه، وارى رؤيا ربنا تبارك وتعالى يبشرني فيها باستجابة الدعاء. أول رؤية، رؤية خروج الماء من تحت القدمين. أكون واقف مثلا كده في المنام وشايف المية بتخرج من بين أصابع قدمي، استجابة الدعاء. رؤية أكل الأطعمة المفضلة، برغم أن الرؤية ممكن يكون لها علاقة بالرزق لكن تدل على استجابة الدعاء. أنا أحب طعام معين في الحقيقة أرى أنني أكله في المنام، استجابة لدعاء. رؤية لمس أستار الكعبة، طبعا يعني ده احنا بنروح الكعبة عشان ندعي هناك ربنا سبحانه وتعالى، يعني القضية خاصة بالدعاء أصلا، فلمس أستار الكعبة تدل على استجابة الدعاء. رؤية أنك تؤدي فريضة شعيرة، يعني أنك تتصدق، تذبح، تصلي، تصوم، تزكي، بتؤدي فريضة، أيا كانت الفريضة فهذه الرؤية تبشرك باستجابة الدعاء. رؤية السفر للحجة أو للعمرة تبشر باستجابة الدعاء. رؤية قول بعض الأذكار التي تقولها في الحقيقة، أنت متعود على دعاء معين في الحقيقة بتردده على طول، لما تشوف أنك بتقوله في المنام اعلم بأن دعائك سوف يستجاب بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، استجابة لدعاء. فتح الباب بسهولة، استجابة لدعاء. يوم عرفة، استجابة لدعاء. ليلة القدر، استجابة لدعاء. قيام الليل، استجابة لدعاء. كل ده أساسا في الحقيقة قضية دعاء أصلا، يعني الموضوع له علاقة بالدعاء أصلا. يعني في يوم عرفة الناس كلها بتدعي ربنا جبل عرفات، في ليلة القدر كلنا بندعي ربنا في ليلة القدر. قيام الليل الأصل فيه الدعاء في السحر. رؤية الشرب من ماء البحر، رؤية جميلة جدا تدل على استجابة الدعاء. رؤية النظر من النافذة تدل على استجابة الدعاء. رؤية المشي في طين المطر، مش طين عادي، يعني في فرق ما بين أني أشوف نفسي ماشي في الشارع ووجدت طين فنزلت فيه، دي رؤية مذمومة جدا. لكن لما يكون في مطر، وبطبيعة الحال المطر بيعمل طين على الأرض، فأنا ماشي والمطر بينزل وماشي في طين المطر، رؤية جميلة جدا. شوفوا الفرق. رؤية الشعور بأن الله تبارك وتعالى في المنام استجاب لي، مجرد الشعور في الرؤية، حسيت في الرؤية أن ربنا استجاب لي، استجابة لدعاء. ودي من أوثق الرؤى جماعة الخير. الأصل في الرؤية الشعور الداخلي. أي رؤية أنت شعرت بإيه لما شفت الرؤية؟ فحينما أشعر بأن الله استجاب لي، استجابة لدعاء. رؤية الاستغفار، استجابة لدعاء. رؤية شخص يدعو لي، استجابة لدعاء. رؤية أنني أدعو بما أدعو به في الحقيقة، استجابة لدعاء. رؤية الجلوس تحت شجرة مخضرة، استجابة لدعاء. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرك بأي بشارة، استجابة لدعاء. رؤية البكاء على أبواب المساجد، استجابة لدعاء. رؤية البكاء بدون دموع، أنت بتبكي بس ما فيش دموع نازلة، استجابة لدعاء. رؤيتك أن أنت ساجد لله، هذه الرؤية تبشرك باستجابة الدعاء. تظلون في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.